شادي الكراء في البداية صب عليكم الخير وصب على الزملاء على عبد الرضا وعلى منيا. عبد الرضا يقول لنا جيبونك في، احنا موجودين اليوم في مطار التي فور التابع للخطوط الجوية الكويتية، والحديث حول قرار مجلس الوزراء إعادة يعني تسيير رحلات التجارية من كل من الهند وبنغلاديش وسريلانكا والنيبال ومصر. وكذلك ودنا نتكلم أكثر وأكثر كذلك مع الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، لكن ودنا نتكلم اكثر واكثر عن هذا الموضوع. معنا السيد ضاري العواد نائب رئيس عمليات تشغيل مطار تي فور بالاداره العامه للطيران المدني. صبحك الله بخير استاذ ضاري، يعطيك العافيه وعساك على القوه. صبحك الله بالخير يا حلف نوح. استاذ ضاري، ودنا نتكلم يعني كبدايه عن الحديث عن قرار مجلس الوزراء باعاده تسيير رحلات تجاريه، وما هي الاجراءات الجديده للقادمين والمقادرين من المواطنين والوافدين؟ طبعا السادة في مجلس الوزراء المواقر يتدارسون الوضع الوبائي سواء في الكويت وفي دول العالم، وبعد نظرتهم إلى الوضع الوبائي في العالم تم الموافقة على تسيير رحلات إلى بعض الدول اللي كانت عالية الخطورة، وحاليا تم موافقة على تسيير رحلات بشكل مباشر إلى ومن هذه الدول. فيما يخص إجراءات المغادرة والوصول، المغادرة على المواطنين الكويتيين يجب أن يكون لديهم برنامج مناعي يظهر لهم اللون الأخضر، ويجب أن يكون لديهم تأمين صحي يغطي فترة السفر. فيما يخص أخواننا المواطنين والمقيمين، ليس هناك اشتراطات عليهم في المغادرة، لكن على جميع المسافرين سواء الكويتيين وغيرهم التأكد من شروط البلد اللي ناويين المغادرة له. اشتراطات البلد يتم تطبيقها في دولة الكويت، إذا كانت البلد تحتاج بي سي آر سيتم تطبيق البي سي آر والتأكد منه في الكويت، وأي اشتراطات أخرى. فيما يخص الوصول، المواطنين الكويتيين يجب عليهم تقديم شهادة بي سي آر على الكاونتر التشيكن، والمواطنين دول المجلس التعاون أيضا يجب عليهم تقديم شهادة بي سي آر على كاونتر التشيكن صلاحيتها 72 ساعة من وقت الإقلاع، ويجب عليهم إبراز شهادة إثبات التحصين معتمدة من وزارة الصحة في بلدهم تحتوي على كيو آر كود. فيما يخص أخواننا المقيمين، يجب عليهم أن بعد حصولهم على التطعيم يتم رفع التطعيم على موقع وزارة الصحة ليتم اعتماده، وفي حال أصبح مناعة يظهر لهم اللون الأخضر في برنامج مناعة يمكنهم القدوم إلى دولة الكويت. وطبعا جميع القادمين يجب عليهم إحضار بي سي آر مدة 72 ساعة. نعم أستاذ ضاري، ودك كذلك ودك تتكلم حد يعني حتى نوضح للمشاهدين الكرام عن برنامج يعني كويت مسافر، ما هي آخر التحديثات للمواطنين والمقيمين؟ بالسابق كان كويت مسافر قبل لا تسافر تسجل فيها كويت مسافر، لما ترجع تسجل في كويت مسافر، حتى نوضحها آخر التحديثات في هذا البرنامج. حاليا كويت مسافر تم إلغاءه في المغادرة، لا يوجد تسجيل في كويت مسافر في المغادرة. فيما يخص الوصول، كويت مسافر ينقسم إلى قسمين، للمحصنين وغير المحصنين. فيما يخص المحصنين، فالتسجيل في منصة كويت مسافر يمكنهم التسجيل من عدمه في منصة كويت مسافر، وفي حال التسجيل في المنصة طبعا راح يتم حفظ بياناتهم وتسهيل لرحلاتهم القادمة. في حالة غير المحصنين، فالتسجيل في كويت مسافر إلزامي. لو نتكلم عن بالنسبة لدخول مواطني دول المجلس التعاون، ما هي الشروط والسماح لدخولهم؟ كذلك يعني راكب استوفى شروطه وأموره كلها طيبة وكل شيء زين، لكن شركة الطيران رفضت مثلا مغادرة هذا الراكب. نعم، فيما يخص أخواننا في مجلس التعاون، اللي عليهم أن يبون شهادة البي سي آر مدة 72 ساعة وإثبات التطعيم مثل ما ذكرنا. أي راكب يتم يعني يكمل جميع إجراءات واستيفائها في الدول الأخرى وحاب أنه يقدم للكويت، ويتم رفض قبوله في مطار اللي هو مغادر منه، أول شيء احنا ننصح الجميع روحوا قبل الرحلة بساعتين وثلاث ساعات. ذهابك قبل الرحلة بساعتين وثلاث ساعات يعطيك وقت انك تتحرك بكل أريحية، ويعطيك وقت انه يمدينا اذا صار في خلل ان نتواصل مع شركة الطيران. وضروري جدا تقديم شكوى رسمية، لان الشكوى لما تكون بشكل غير رسمي لا يمكن التحقيق فيها بشكل رسمي، لا يمكن اتخاذ اي اجراءات مع شركة الطيران. فندعو الجميع الى تقديم شكاوي بشكل رسمي سواء عن طريق موقع إدارة عامة الطيران المدني او تطبيق إدارة عامة الطيران المدني، او القدوم شخصيا وإبراز جميع المستندات الدالة على الشكوى. يعطيك العافية الساد ضاري العواد نائب رئيس عمليات تشغيل مطار تي فور بالإدارة العامة للطيران المدني على هالتوضيح اللي احنا شاهدناه، وقرار من مجلس الوزراء بخصوص المواطنين والمقيمين وخلنا في دول مجلس التعاون، والإجراءات اللي تطبقها الإدارة العامة للطيران المدني على المسافرين والقادمين إلى دولة الكويت. راح نرجع إلى منيا وعبد الرضا لتكملة فقرات برنامج صباح الخير، لكم الهواء، تفضل.